انت بتتكلمش ليه النهارده؟ انا صراحه مستغرب على الكميه اللي انت جايباها دي، انت جايب السوق كله مجد وجايه ولا ايه؟ عشان العيد بقى كل سنه. طيب بقى هو احنا ما ناكلش عشان نسوقه؟ طب ما هو لسه العيد فاضل 10 ايام، انت جايبه الطلبات كلها ليه؟ اه ما انا بنجيب عشان نحضر ونشيل الحاجه في الفريزر عشان ايه لو جالنا ضيوف فجاه يعني تبقى المهم الحاجه ان جاهزه. اتخرب بيتنا بدري بدري. طب معلش بقى تعيش وتصرف. تحلي بقى كل الشنطه كده وقولي لي انت جبت ايه؟ بس بقى جبت ايه الجوجو؟ عشان كل راجل يتفرج على الفيديو ده بعد كده ما يديش مصروف من بره. بص جبت ايه بقى الجوجو؟ جبت لها بامبرز. بيبي جوي. اه انا مش عارف انا جوجو دي اللي خربت بيتنا، امبارح لبس والنهارده كاتلت. جبت بقى جلاش، انا كنت هنجيب 4 لفات وبعد كده قلت ايه لا نجيب لفتين عشان ايه ما تصوتش وكده، لان طبعا ده غالي الجلاش ده. كامل اللي كنا بنجيبه ب5 الواحده ب9 جنيه. 9 جنيه؟ اه جبت 2 وجبت كبده دي طبعا هنقطعها شرايح ونشيلها برضه في الفريزر. هو ده عندنا اسكندراني ولا مشروي؟ لا هعملها بالردة. يبقى مش اسكندراني. بص دي بسبوسة. طبعا الحاجات دي بتجيبها ده ايه ده؟ من لا استنى ثواني. بسبوسة جوز الهند. اه ده اللي انت بتعمليها؟ اه بس دي اساسا نازلة نوع، كان في نوع تاني انا بعمله بس دي مشكلة. حاجة لما نعمل فيديو ونشوف الطريقة تكون ناجحة ولا فاشلة. دي كاكاو. اه شوفوا بقى زفت الزيت اللي كنا بنجيبوه من التموين ياما، دلوقتي بقينا نشتروا الزيت. الله يسامحك بقى وزير التموين. الزيت بقى وما بتكفيش طبختين وبتخلص. وده رز ما جبتش من السايب، انا بحب اني بجيب اكياس النضيف. اشمعنى؟ ما بيبقاش فيه طوب ولا قش ولا اغلى. لا نفس التاني 10 جنيه. التاني ب9 جنيه جت على جنيه يعني. بس يا جنيه وانت هتنقي وتعمل طبعا ايه؟ لا طلع بس اللي بالشنطه طلعها. صوت صوت. ودي توابل شطه وملح شطه وكمون وكزبره وفلفل اسود وبهارات حواوشي وبهارات سمك. ودي مرقه. كل لسه احنا في اول شنطه. لا تاني شنطه. لا تالت شنطه. تالت شنطه. ما الواحده بامبرز ودي ايوه والكبده والجلاش ودي تالت شنطه. اهي. ودي للبسبوسة زبادية، ودي مرقة، وده دقيق، دي ربع شنطة. لا لا جايب الدقيق ده ليه؟ البشاميل. اه طبعا ما بيعديش علينا عيد غير لما يكون بشاميل. ايه ده؟ وده طبعا ربع شنطة موز. ده رقم 4. ده رقم 4؟ ربع كيلو. ليه كام شنطة؟ ودي طبعا منظفات. ها؟ اوكسي جل، وجبت فنيك وجبت تيتول. صابون سايل. يعني الشنطه الرابعه دي كلها دي الخمسه دي. دي الخمسه دي منظفات. اه اللي بعده. ما انا مش عايزه افتح. ودي سد الشنطه الشامبو. سبع شنطه. جبت ايه بقى؟ بقسماط. ده انا بندقه وبنعمله للبنين. بس جايباه من غير سمسم. في بقسماط جاهز عند العطار. نعم. لا ايه جمالك نضيف ولا في تراب ولا في ايه ولا ده نضيف ده تدقه وتعمله في الكبه بيتفرم وتعمل بيه البانيه. ده دي بقى كزبره. جبت بقى كرومبا بقى عشان المحشي. يا عم كنا تقريبا كنا عملنا فيديو جزء اول لموضوع الكرومبا ده لما تخزين الكرومبا. اه تخزين الكرومبا بس ما عملناش طريقه الحشو ده. انا هنعمله والخلطه. اه هنعملوه. بص بقى وجبت نعناع. خلاص يا جماعه نزلوا بقى دلوقتي مدام دينا جابت الكرومبا، هنبقى نعمل الجزء الثاني من محشي الكرومبا. هوريكم بقى حاجه نضيفه في الكروم. اهم حاجه الخلطه بتاعته صح. هوريكم بقى الخلطه بتاعته بتسوي ازاي وبتعملوه ازاي. طبعا انا هوريكم ازاي بيتخزن. بس بقى النعناع، النعناع الاخضر ده شموا بقى ريحته جميله، واخضر كده وطازه. ده انا بغسله وبنشفه. بتعمليه ولا بتنشفيه الاول؟ بغسله الاول وبنقيه. لو بنقيه واغسله وبعد كده اروح ايه سايباه بقى بيتهوى كده في الشمس كده على حته. ممكن يتعمل هو اخضر. انت عديت كام كيس لغايه دلوقتي؟ احنا وصلنا لخمسه تقريبا. لا دي 7 شنطه. 7 شنطه ايه؟ احنا وصلنا لخمسه يا عم. 7 شنطه، ما الخمسه كانت الشمس. يبقى دي 6. لا والبقسماط والكرنب. لا والبقسماط دي شنطه. نعيده من الاول. لا مفيش عيد من الاول. بص بقى جبت لبن كيلو، 2 كيلو لبن. ليه 2 كيلو؟ عشان البشاميل افرض لو جالي ضيوف فجأة يبقى عندي زيادة. ما جايبة بيت بلدي. ها؟ استنى بقى اوريك بقى الشنطة التقيلة اللي مش هتنام النهاردة. جبت سكين. السكينة دي يا حول الله علشان لو زعلتني
انت عارف. اه سكين والشنط موجود. بص بقى جبت شعريه، ايه رايك؟ ده ليه شعريه؟ شعريه عشان بنعمله رز للناس لحد جانا برضو ولينا احنا في العيد. وجبت فريك يا عم. وبص بقى ما بحبش الحمام المحشي. وجبت بقى ذره، ما بحبش الحمام المحشي. جبت ذره، انا بقول لك ما بحبش الحمام المحشي. دي جايبه الفريك ليه؟ ده للفراخ. انا بعمله بالفراخ. وجبت ذره فشار طبعا فول. ده انت بتعمل، تعرف تعمل فشار؟ اه نعمله، نعمله كمان. انت عارف ان في فشار بيتعمل بالمرقه؟ بالمرقه اه بدل الملح. خضار ولا مرق الدجاج؟ ايوه خضار ولا فراخ؟ لا فراخ. مش في نوعين مرقه؟ اه لا فراخ. انا عارف ده فول. لا لا بتلف على ايه؟ عماله الشمس ما عايزه تشوف ال... لا لا اصلا مفصومه زيني، بدور على الفراخ. استنى هجيب لك، هنجيب لك بس استنى ما نوصل الشنطه بتاعتي. وازاي انا جبت هنا الفول ده نتغدى بيه بقى، ده نتغدى بيه عشان جينا جايين جعانين احنا من بره. وده بلح. بلح ايه كده؟ اه ده بلح، بلح اسود. انا عايز كل اشوف كل شنطه وجواها ايه، ما تقوليش ده ايه ومن غير ما اشوف عشان تصوت يعني اصلا. اسم عشان اعرف نشوف المصروف ده. بس 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 راح على الفراخ اهي، بلح اسود اهو. ده انا بعمله عجوه ده. تمام بس انا نربطه عشان ايه؟ انا عموما انا ماليش في البلح. خد ايه هي بتجري على الشنطه دي فيها ايه اللي بتجري عليها؟ الفراخ. هتفصى يا لالا. بص بقى الفراخ انا جبتها قبل العيد عشان على العيد بتجري. جبت فرشتين. كام الكيلو النهارده؟ الكيلو ب 28 ونص. زاد جنيه؟ كان 27 اول امبارح. طيب ده زاد جنيه ونص. بقولك ب 28 ونص. يعني كمان على راس السنه. قال لي الراجل، قال لي ده هترفع كمان كام يوم. السنه الجديده هتزيد. اه قال لي يومين كده هتلاقيها رفعت. وده انا بقى جبت هنا اربع اكياس مكرونه قلم الملكه. الراجل بقى عايز يديني اللي هي حوا دي، لا مش عاجباني. كيس صغيره ما بتكفيش. اشمعنى؟ هنا الكيسين كامل صينيه. لا اشمعنى الملكه والثانيه مش نضيفه؟ لا دي نضيفه وكميتها اكتر. دي بقى بهارات حواوشي. قلت للعطار يديني بهارات حواوشي. احنا هنعمل حواوشي؟ اه ما جاي ده انا جايبه عيش مفتحه وشايلاه مخصوص. الشنطه الكامل اللي احنا طلعناها؟ انت بقى اللي لخبطت في العالم. سبعه. تمنه والفراخ واللبن والطماطم اهي. ماشي؟ انا بس وقت برحت بتاع الخضار. هو انت جايبه كميه طماطم كبيره ليه كده؟ وراجعه تخزنيها. بشيلها في الفريزر. بس ما تعصرهاش. لا انا بعصرها. بحطيها كده، لا. لما بتتعصر بيبقى طعمها متغير. لا الفريزر الكبير غير فريزر الثلاجه. في الثلاجه كان بيبقى طعمها متغير. والشنطه الثانيه اللي جنب اختها دي. ده بقى الشنطه دي بقى رحت بتاع الخضار بس هو وقت تسويق. جبت بقى يستفندي وطماطم. واحده واحده. اها. طلعي لها كده واحده كده عشان اعرف. جبت بطاطس. اه. جبنا ايه تاني؟ بسله. بسله انا بخزنها برضو. انا بحب البسله. اه جبت ليمون. جبنا ايه تاني؟ جبت قلقاس بخزنه برضو. انا عايز اعرف ليه القلقاس بيكتر في الشتا؟ عشان عيد الغطاس اللي جاي. لازم الناس تاكل قلقاس. اه جبت بصل. تصدق بقى الراجل ضحك علينا، العربية معدية. اه انا كنت هقول لك الراجل معدي الـ 4 ب10. وده ادانا 3 ب10. اها جبنا ايه تاني؟ جبت الباذنجان. الطبخة السودا. اه الباذنجان. جبنا ايه تاني؟ فلفل حامي بالكبدة. اه انت مش الكبدة قلت هتعمليها بالردة؟ ايه؟ ما ممكن نقسمها نصين. انت هتعمل الكبده كلها؟ لا انا عايز اكتر، مش هحب انا اسكندراني. ماشي بقى. الشنطه الثانيه خلاص كده، ما ده كده خلاص بقى. وجبت ورق بوتجاز. بص بقى الورق البوتجاز الراجل قال لي ب10 وواحد تاني بقى ب5. هتقول لي الخامه نفس الخامه تخينه؟ مش على الخامه انا بكلمك، الثانيه تخينه الحجم. الحجم تخين زي الثاني. اللفه الثانيه ب10 جنيه هتلاقيها اكبر مني. لا ام 10 جنيه دي للبوتجازات الكبيره خالص، هي خمس عيون ست عيون كده خلاص. اه اهو يعني حاجات اهي كلها. هتديني نجيب تاني؟ لا هي خلاص. ها؟ عشان مش حد يا جماعه يدي مصروف لمراته تاني.
رجعت ليه يا عم؟ انت السوق، في جابت صلاة الناس، السوق كله وهي وجايه. في صلاة الناس على مراتبها. ايوه اصل لسه العيد بدري، انا مش عارف انت جايب الطلبات دي كلها ليه يعني. ايوه قبل العيد نخزن كده، وتبقى الواحده محضره حاجتها، تبقى الحاجه سهله عليها، مش لسه بقى تروح تشتري وتنظف وتعمل، لا تبقى الحاجه جاهزه على طول. اهي شايفين الحاجه تبقى انا حاسس جاهزه ان كده الشقه اتقلب السوق، اهي ده عارفه فرش شاشه السوق ده. ايه ايوه يا عم، بس لازم ان الواحده تتسوق وتنظف حاجتها قبل العيد، وتبقى الحاجه جاهزه، يجي اي بيت تطلع على طول تعمل الحاجه. اهو مكرونه وحاجات انت صرفت الجمعيه كلها طبعا. ايوه انت عايش وتصرف. لا ما انت يلا تقعدي على قد على ما اللي انت جبتيه ده شهر ونص ما تطلبيش حاجه. المهم طيب امي وده عملت لنا ايه؟ بنعملها هتعملي البتاع البقسماط ديت العجل المحشي. المحشي ده انت قول بس الجيجو ما عشان الجو تعيطش. بيشتي والجو برد النهارده. طب ايه رايك حاجه المحشي موجوده ويلا طب نعملها ما النهارده؟ يلا نعمل الفيديو بتاع الجزء الثاني بتاع لالا بتعمل ايه؟ بتاع المحشي عمال انت يا لالا بتعملي بتحب ايه؟ تاكل في الكياس قوي. بص 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 بالشمشم في الكيس. لا لا بتعملي ايه؟ بالشمشم في الكيس. طبعا انا اكياس يا زين. عبيط شنطة الفراخ هنا اكياس زي انا، في حد يسيب الفراخ ويمسك في الشنطة الفاضية؟ بص بقى، انا الشنط دي بنشيلها بقى، الشنط دي ما نرميهاش، بنفتحها نفتح يعني نفكها كده بالراحة، ها، ونغسلها ونمشرها ونخزن فيها حاجات في الفريزر كده، ما نشتريش الشنط وفي نفس الوقت ايه بنوفر الايه الميزانية. وده برضه نفس الحكاية يعني. نفكها، مش عارفة عليهم رابطة بيربطوه، نفك الحاجة دي. بتعملي ايه؟ الشيبي جوه الشنطة اهي، عشان دي اللي كانت مكانها الفراخ اللي كنا حاطين كلها. دي لا طب انا عايز افكر في عنوان حلو، مش شمشم في النعناع. انا عايز افكر عن عنوان حلو للفيديو ده. خربت الراد. خربت الراجل صح كده، اديني اكتب العنوان انا هحط ده على لا قول مراتي خربت بيت، هو الزوجه اللي خربت بيت جوزها. ايوه بص بقى، والليمون ده يا سلام، الليمون ده بقى لما يتقشر يتحط في اكياس وفي الفريزر، يجي اي ضيف تضربه في الخلاط وتعمله عصير. يلا بقى نقفل الفيديو على كده، عشان انا كده انا جالي مغص. مغص من المشروب ده؟ جالي مغص في راسي والصداع في بطني. ده انت ليه صعبان ما تجيب لنا لبس العيد؟ لا مفيش تاني خلاص، اقفلي بقى كده. يلا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. استنوا ايه؟ السوشي تابعونا في المحش. يا جماعه تابعونا بقى الجزء الثاني في في الفيلم الفيديو اللي كانت منزلاه مدام دينا الكروم. انا كنت الفيديو الجزء الاول كان ايه؟ كان تخزين الكروم. والجزء الثاني بقى عمل طريقه الخلطه وعمل المحشي. يلا يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس طبعا عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظرونا في فيديو تاني بس مش بخساره بالشكل ده. يعني احنا عشان نصور فيديو ده كده اتخرب بيتنا النهارده.